يا ترى فاكريني ولا لأ؟ أنا بهيجة رشدي اللي ياما ضحكتكوا كتير في فيلم ليلة الدخلة لما كنت عاملة دور سوسو البنت الوحشة خطيبة إسماعيل ياسين، اللي لما كان بيشوفني بيهرب مني دايما ورمى نفسه من فوق السطوح علشان ما يتجوزنيش. النهاردة جيت أحكي لكم قصتي المأساوية ونهايتي على إيد بلطجي قتلني ودمر أسرتي وخلى حياتهم جحيم من بعدي. اسمي بالكامل بهيجة مصطفى رشدي أحمد مصطفى، اتولدت في محافظة الشرقية سنة 1917 لأسرة فقيرة. كان عندي 5 إخوات بنات وترتيبي السادس بينهم. والدي كان نفسه يخلف ولد علشان يشيل اسمي، وكان دايما بيتخانق مع أمي بسبب إن خلفتها كلها بنات. المهم والدي اتجوز واحدة تانية خلفت له 4 بنات كمان علشان يبقى عددنا 10 بنات، وفي المرة الأخيرة خلفت زوجته ولد، ولكن شاءت الأقدار أن يموت الولد وأمه معا، وأصبح والدي في حالة نفسية سيئة جدا. ساب البيت ومشي، وفجأة لقيت أمي أخدت بنات زوجته التانية علشان تربيهم معانا، والمسؤولية بقت أكبر. طلبت وقتها من أمي نبيع البيت ونسافر للقاهرة، وفعلا سافرنا للقاهرة وأجرنا أوضة فوق سطح بيت. بدأت أدور على شغل علشان أساعد أمي في تربية إخواتي 10. اشتغلت بياعة ملابس، وللأسف اتصابت أمي بمرض السل وماتت علشان تسيبني أعافر في الدنيا لوحدي وفي رقبتي 10 بنات. كان ليا أخت في منتهى الجمال، وكان في بلطجي بيتحرش بأختي في الرايحة والجاية، وأختي ما كانتش بتقولي. وفي يوم من الأيام سنة 1950 قريت إعلان عن طلب ممثلات للعمل في فيلم ليلة الدخلة. فعلا قدمت واتقبلت، وقدمت دور سوسو بنت المعلم الخرطوشي. اتفاجئت في يوم إن البلطجي بيخبط على الباب وطلب مني إنه يتجوز أختي، فرفضت. كان مصمم يتجوزها، لكن أختي كمان كانت على علاقة بشاب تاني، وكان اتفق معايا هو وأمه على الجواز من أختي. لما عرف البلطجي إن أختي هتتجوز شاب تاني هددني وقال لي لو ما اتجوزتش أختك هقتلك، وبدأ يغريني بالمال وقال لي إنه هيدفع مهر لأختي 1000 جنيه. المهم شتمته وقلت له أنت فلوسك كلها حرام يا حرامي، وطردت وقتها. حس البلطجي بالإهانة وإني بتحداه. وفي يوم كنت راجع من شغلي اتعرض ليا البلطجي وشتمني، فتفت في وشه، راح وقتها ضربني بالقلم. وقعت على الأرض، فلقيت طوبة على الأرض أخدتها وضربته على راسه، واتصاب وضحكوا عليه كل الناس في الشارع. هددني مرة تانية إنه مش هيسيبني في حالي بعد ما عرف خطيب أختي اللي حصل معايا. اتفقت معاه إنه يسرع في إتمام الجواز. كان خطيب أختي وقتها حالته المادية مش كويسة، وكان محتاج 100 جنيه علشان يتمم الجواز بسرعة. بدأت أدور على شغل تاني علشان أساعدهم في جوازهم. وفي يوم بلغني الريجيسير إن الفنان محمد فوزي بيدور على ممثلة كومبارس للعمل في فيلم حلاوة الحب سنة 1952. وفي أثناء كواليس تصوير الفيلم شافني الفنان الكبير سليمان نجيب، والآن ببكي. قلت له حكايتي فأعطاني 100 جنيه مهر أختي. وأنا راجع من شغلي اعترضني مرة تانية البلطجي وقال لي يتجوزيني أختك يا هتموتي دلوقتي. رديت عليه وقلت له لا أموت أحسن، لكن لو قتلتني ذنب الأيتام إخواتي هيبقى في رقبتك وربنا يجازيك. قال لي البلطجي ما يهمنيش أيتام ولا زفت، أنا رايح أجيب المأذون وراجع. قلت له مهما تعمل مش هتلمس أختي. وكان واقف جنبه فتوات وبلطجية ومعهم خشب بمسامير. راح ضربني البلطجي بالخشب على راسي، انفجرت شلالات الدم من راسي ومت في الحال، وكنت ماسكة في ايدي 100 جنيه مهر اختي، ليبكي الجميع وتصرخ اختي وهي بتقولي دفعت عمرك تمن مهر يا بهيجة. وهرب البلطجي.